فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: سأذهب بإذن الله إلى جدة لمدة أسبوع، فهل علي أن أنوي العمرة والإحرام من السيل الكبير أم لي أن أنويها من جدة؟ إذا كنت ذاهبا بنية العمرة فلا بد من الإحرام من الميقات الذي تمر به ذاهبا إلى جدة، فإن تجاوزته فإنك ترجع إليه وتحرم منه، وإن تجاوزته وأحرمت بعد ما تجاوزته يكون عليك فدية لأنك تركت واجبا من واجبات العمرة من واجبات الإحرام. نعم.